مدبولي يؤكد التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والتعاون وزيادة التبادل التجاري بين مصر والبحرين. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% لكبح التضخم ودعم الليرة. الحكومة الروسية تفرض قيودا على تصدير الحبوب لدعم الاستقرار في السوق المحلي. أخبار الاقتصاد والمال والأعمال في نشرة الثانية والنصف من النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التوافق على عدد من مذكرات التفاهم ومبادرات التعاون وزيادة التبادل التجاري بين مصر ومملكة البحرين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين لبحث سبل التعاون بين البلدين. وقد قال مدبولي إنه تابع باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والتجاري والعملي والتكنولوجي أيضا، مؤكدا التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية بالبلدين. ومن جانبه أعرب وزير المالية محمد معيط عن تطلعه لنجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها. جاء ذلك خلال اجتماع المعيط مع نظيره البحريني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. وقد نوه معيط بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية بما يعود بالخير والنفع على الجميع. هذا وقد ناقشت اللجنة التنسيقية الفنية بمشاركة كبار المسؤولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، ناقشت العديد من الملفات الثنائية في قطاعات مختلفة بما في ذلك دراسة 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم. كذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية الفنية بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية. وقد أشار البيان إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري الاقتصادي العلمي والتكنولوجي. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة حرص الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدود الدخل والأكثر احتياجا، مشيرا إلى توفر السلع الغذائية وبكميات كبيرة في محافظات مصر المختلفة وبتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%. وخلال الاجتماع الذي عقده وزيرا التنمية المحلية والتموين مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس، بحث الاجتماع الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار فتح صندوق الإسكان الاجتماعي لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لسكن لكل المصريين 3 بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفض الدخل ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان. وقد أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي الأحد الموافق 3 ديسمبر من عام 2023 ولمدة شهر كامل. بحث وزير الري هنسويلا مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي جاسم الاستاد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر العربي الخامس للمياه.
خلال اللقاء تم مناقشة إمكانية صياغة مذكرة تفاهم بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف وحصاد مياه الأمطار والحماية من السيول والاستفادة بالتأكيد من الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال. بدأت مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تكرير 150 ألف طن من السكر، حيث قامت وزارة التموين باستيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي. المتحدث باسم وزارة التمويل قال إن الطاقة الإنتاجية للمصانع زادت بنسبة 30%. 150 ألف طن سكر بدأ التكرير بهم بمصانع السكر التابعة للتموين، سواء كانت مصانع قصب السكر أو البنجرة. عمليات التكرير وزيادة الطاقة الإنتاجية تأتي لسد الفجوة في الاستهلاك. احنا بنتيح في منظومة التموين 65 ألف طن شهر بسعر 12 جنيه و60 قرش، وبنتيح من خلال مبادرة تخفيض الأسعار من خلال منصة البورصة المصرية للسلع 80 ألف طن في الأسبوع، بالإضافة إلى احتياجات القطاع الصناعي. الوزير صدق على أن هم ياخدوا من داخل شركات إحدى شركات البنجر التابعة للوزارة، وبالتالي هنرجع تاني للمعدلات الطبيعية في المعروض، وسعره زي ما قلت لحضرتك في السوق لا يزيد عن 27 جنيه. إذا كان في ارتفاع وتم من جانب البعض فكلها ممارسات تمت نتيجة نقص المعروض، ولكن دلوقتي المعروض من خلال منصة البورصة ومنظومة التموين واللي تم استيراده بيتم تكريره حاليا، بنصل الى الاحتياج المطلوب. وعندنا ان شاء الله الموسم دخل علينا في يناير القصب 2024، البنجر فبراير 2024، واحتياطي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024. في عمليات التكرير بالمصانع لتكرير السكر زادت بنسبة تصل الى 30% لتلبية احتياجات المواطن من سكر مبادرة تخفيض الاسعار التي يصل سعر السكر فيها الى 27 جنيها للكيلو. الطاقة الانتاجية للمصنع 1200 طن يوم، في الوقت الحالي 1600 طن يوم. بفضل توجيهات معالي سيادة الوزير المصنع دلوقتي 400 طن اضافة في اليوم. فهنا يبدو أن الملمح الرئيس هو مواصلة العمل ليل نهار بعد زيادة إنتاج المصنع من 1100 طن إلى 1600 طن يوم. الطاقة الإنتاجية كانت قبل كده بتوصل لغاية حوالي 1200-1300 طن يوم، احنا النهاردة الحمد لله بنعمل يعني السنة اللي فاتت كان 1500 طن، السنة دي 1600 طن، وده كله الحمد لله بيرد طبعا في ناتج السكر الأبيض اللي رايح للمستهلك يعني. وفي النهاية فإن ما ينتج في هذا المصنع يعمل به مصانع أخرى لتلبية احتياجات المواطن من السكر. هي خطوة اتخذتها الدولة لتوفير جميع احتياجات المواطن من السكر، خطوة استوردت بها الدولة ما يزيد عن 200 ألف طن سكر. فبعد تعبئة السكر كما يبدو وفي الصورة، فإن تلك السيارات تأتي في النهاية للتوزيع، سواء كانت للسلع التموينية أو مبادرة تخفيض الأسعار. الدولة عاملة مجهود كبير جدا جدا في توفير السكر، واحنا النهاردة في شركة السكر للصناعات التكاملية شايفين في المصنع كميات السكر اللي واصلة لأطنان وألاف الأطنان، واللي بتتوزع يوميا على المجمعات، وأنا شايفة أن الاستراتيجي كويس جدا. أكيد الاستراتيجي يزود كمية الضخ ويزود الضخ في الأسواق كمان، ولكن احنا برضو انتاجنا المحلي متوافر، يعني انتاجنا المحلي يفوت أنه بيغطي الاستهلاك، الفجوة نفسها قليلة جدا. والسكر أهم حاجة إن السكر التمويني متوفر ب 12 جنيه و60 قرش، حتى مش بالأرقام الكبيرة ولا بالأسعار الغالية. على أي حال فإن جهود الدولة مستمرة لتخفيف العبء على المواطن بإتاحة السلع رغم ما يعانيه العالم من أزمات. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على حرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم كوب 28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع رئيس مؤتمر المناخ القادم مع الفرق الثنائية من وزارة البيئة والمناخ، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ. ننتقل إلى البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات هذا الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب أيضا.
وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1,709 مليارات جنيه بعد تداولات كلية بلغت بنحو 12 مليار جنيه. وقد قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اك 30 بنسبة 2.2%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اك 70 بنسبة 61% من قيمته. اختتم المعرض الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعالياته التي استمرت على مدار 4 أيام، بعدما شهدت أنشطة متخصصة في الاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وقد أكد بعض العارضين أهمية هذا المنتدى لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم. في ختام الدورة 27 للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شهدت زخما وتنوعا في المشاركات، عرضت وزارة العدل أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وتمثلت في مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، حقيبة التوثيق المتنقل، ووحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد. أحد أهم هذه التقنيات هو إلغاء فكرة منظومة الأوراق التي يتم تداولها ما بين الجهات، تدعيما لتوجيه الدولة في شأن منظومة اللاورقية. حقيقة هذا الأمر إحنا استخدمنا في هذا فكرة المحضر الإلكتروني الذي يتم تحريره باستخدام تقنيات تحويل الصوت إلى نص، بحيث أن إحنا نستغني عن فكرة كاتب الجلسة الذي يجلس ويحرر ما يسمعه وقد يخطئ في بعض الألفاظ. حقيقة هذه المنظومة أثبتت نجاح بنسبة 100%، نستهدف منها القضاء على فكرة الأوراق المتداولة أثناء نظر الدعاوى. وأتاح المعرض فرصة للتواصل بين الفاعلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية وإقليمية تعمل في مجالات تكنولوجية مختلفة، بالإضافة إلى جلسات متنوعة استمرت على مدار 4 أيام. احنا كلنا بنتبادل الخبرات وبنتعرف على بعض، ومن كده برضو احنا وصلنا وتعرفنا اكتر عن قرب عن الوزارات المصرية والحكومية، منهم وزارة العدل ووزارة الصحة، وازاي اهتمامهم بالديجيتال ترانسفورميشن والتحول الرقمي. احنا طبعا قدمنا التكنولوجيا، كل التكنولوجيا الجديدة اللي متوفرة، وازاي يقدروا يستفادوا بيها، وازاي يعملوا انتجريشن بين الخدمات المتنوعة، وازاي ان هم يقدروا يوصلوا اكبر قدر من الفايدة في الاخر الاند يوزر اللي بيستفاد بالخدمات دي كلها. في الحقيقة احنا في عصر التحول الرقمي، وعصر التحول الرقمي ده هيجلب تطورات كتيرة جدا للمجتمع ولكل قطاعات المجتمع في الطريقة اللي بنأدي بها البيزنس، فهتتغير حياة الناس تماما. يحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات باهتمام كبير من الحكومة المصرية، والتي تعمل على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية. وتوفر هذه الدورة منصة تجمع المتخصصين والجهات الفاعلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المشاركة، وهو ما يؤكد على أهمية تطويع التكنولوجيا في تقديم خدمات للجمهور. أسماء حسن، النيل للأخبار. انتقل بكم إلى تركيا، حيث رفع البنك المركزي هناك سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعاً، فيما يكثف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها. وقد رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40%، وذلك للشهر السادس من دورته في تجديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من 4 مرات. في ألمانيا أرجعت الحكومة التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها الحكومة للإنفاق. وقد قضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتز انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ. وبعد قرار المحكمة علقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ،
كما جمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023. أكدت الحكومة الروسية موافقتها على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية بفرض بعض القيود على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر، وذلك لدعم الاستقرار في سوق روسيا المحلي. وذكرت الحكومة الروسية في بيان لها أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة، ولا ينطبق قيد الحصة على الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية، والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم. قالت مصادر في أوبك بلس إن التحالف أرجى اجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 من نوفمبر بدلا من 26 من الشهر ذاته. يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج، ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام. وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع الأحد المقبل لتحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من خارجها على رأسهم روسيا مزيدا من التغيرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى عام 2024. انتهت أخبارنا حتى هذه الساعة في نشرتنا المفصلة، إليكم عناوينها. مدبولي يؤكد التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والتعاون وزيادة التبادل التجاري بين مصر والبحرين. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% لكبح التضخم ودعم الليرة. والحكومة الروسية تفرض قيودا على تصدير الحبوب لدعم الاستقرار في السوق المحلي. انتهت أخبارنا، ودائما لمزيد من التفاصيل والمتابعات تابعونا على nile.eg موقعنا الإلكتروني الرسمي. نشكركم على حسن المتابعة. كانت هذه نشرتنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم من قناتكم قناة النيل للأخبار. دمتم في أمان الله.